وعن زياد ابن حدير قال قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم، نعم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. يعني ثلاثة أمور تهدم الإسلام: زلة العالم، إذا أخطأ أخذوا خطأه قال هذا قول العالم الفلاني، إيش تقول فيه؟ ويأخذونه لأنه يوافق هواهم، ولا لو ما وافق هواهم له حق واضح ما قبلوه، لكن لما وافقت زلة العالم، وافقت رغبتهم، عظموها وجعلوها قولا يتبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زلة العالم هذه واحد، وجدال المنافق، جدال منافق بالقرآن، منافقون يحفظون القرآن يقرون التفاسير وهم منافقون، ما هم مسلمون، منافقون يجادلون بالقرآن ليضلوا الناس، ليضلوا الناس. وجدال منافق بالقرآن، نعم. وحكم الأئمة المضلين، وحكم الأئمة السلاطين المضلين، يحملون الناس على الباطل بالقوة أو بالترغيب والعطاء وغير ذلك، نعم.